تحت حرب التحرير الشعبية درعا المحطة طريق السد. وإيران والنظام الجزار يريدون ذبحنا، وإذا كانت أوروبا وأمريكا تتلاعب بالعالم وبالقرارات الدولية، فأين حكام المسلمين وأغنياؤهم من دعم الشعب السوري بما يلزم للدفاع عن نفسه، للدفاع عن دمائه وأطفاله وأعراضه، للدفاع عن بيوته ومدنه وقراه؟ أين أنتم يا مسلمون؟ والله سيسألكم الله عز وجل يوم القيامة عن خذلان الشعب السوري وتركه يذبح وحده ولا معين. لكم الله، لكم الله، لكم الله، ولنا الله عز وجل، والله ناصرنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن شاء الله. درع المحطة طريق السد، جمعة حرب التحرير الشعبية.